إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوان، بالنسبة لهذا المكان هذا غني عن التعريف، بالنسبة للناس ديال المنطقة، الناس ديال فاس عارفين هذا السد هذا، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، عارفين حق المعرفة وعارفين الأجواء ديالو كيفاش كانت. كما كنشوفو خوت دابا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني معظم السنوات اللي كانت راه كلشي كيعرف القنطرة. هادو بالنسبة للناس ديال المنطقة ديال فاس ولا ديال تازا والنواحي، مور هاديك البلاصة راه موراها كاينة واحد القنطرة، واحد النخلة راه غانية عن التعريف. تما فاش كان كيجي الصيف كيرجع الماء، دابا هاد العام كيف ما كنشوفو فينا هو، في خبر كان شوف فين وصل الغيس، الغيس قبل مصنع الغيس فين وصل. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية. يعني الناس ديال المنطقة اللي كانوا كيطلعو في الشوكاس كانوا كيمشيو كيطلعو واحد المسافة لواحد منطقة مليات، كانوا كيمشيو في الحديد، كان كتسمع داك طريق سيسا ولا الله أعلم، المهم داك الجهة كانوا كيقطعو. دابا يقطع على رجليك، مشى، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يلطف بينا، الله يلطف بينا، الله يلطف بينا.